آخر شيء وقع في سوريا مثلا، ونحن من سكان سوريا، بعد أن ثارت الثورة السورية ضد البعث، وبلا شك يعني حكم غير إسلامي بل هو حكم كافر، فماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون قضي على هذه الحركة وسفكت دماء ألوف المسلمين من الشبان والرجال والنساء والأطفال، وهدمت البيوت بل والمساجد على من كان فيها إلى آخره. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أننا لا ننصح بأي حركة انقلابية يراد إقامتها اليوم لسببين اثنين: السبب الأول أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام، والسبب الثاني لأن مثل هذه الانقلابات قد جربت فلم تفلح ولم تنجح، وما رأى لا عبرة بغيره فليعتبر. أن أولئك الذين يخرجون على أئمتهم بحجة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم على الضلال والكفر، نرى أن الحال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق، ولا حاجة إلى التشخيص والتعيين. تأملوا الآن، كل الذي حصل فيها الثورات يتمنى شعوبها الآن أنهم كانوا على الحال الأولى السابقة، يتمنون هذا بكل قلوبهم، ولكن لا يحصل.